زيارة الرئيس لفرنسا كانت زيارة مهمة جدا حقيقة، وتم التباحث في أكثر من موضوع. من أهم هذه الموضوعات ما يختص بالملف الليبي المتأزم ورؤية مصر المساندة دائما للأشقاء في ليبيا من أجل الاستقرار وأيضا الوصول بالانتخابات العامة إلى مراحلها بسلام وأمان في يوم 24 ديسمبر القادم. لأن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي حقيقة وحضور مؤتمر باريس دولة حليبة كان له أهمية كبيرة جدا، وخاصة المباحثات التي جرت بينه وبين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي دائما ما يأتي إلى جوار مصر في مختلف القضايا الخاصة بالشرق الأوسط ومنها القضية الليبية. وطبعا للمزيد من المتابعة بينضم إلينا عبر الهاتف أحمد العناني الباحث في العلاقات الدولية وعضو المجلس المصري للشؤون الخارجية. صباح الخير يا فندم. أهلا بحضرتك. طبعا الرئيس السيسي دايما بيكون حريص على المشاركة في المؤتمرات الدولية الخاصة بليبيا طبعا، وإحنا كمان شفنا عدد كبير من رؤساء الدول الأوروبية كمان بيشاركوا في هذا المؤتمر طبعا، لأن ليه أهمية كبيرة جدا خاصة كمان وتأثيره على ليبيا والدول المحيطة بها. كيف تقرأ هذه المشاركة؟ يعني بكل تأكيد كانت مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي وفقا لرؤية الدولة المصرية فيما يخص استقرار الدولة الليبية. هناك تفاهمات مع أطراف فاعلة من المجتمع الدولي، لو نتحدث عن الولايات المتحدة الأمريكية كما يعني ذكرت حضرتك، في ظل تنامي العلاقات المصرية الفرنسية في كافة المجالات، يعني هناك توافق إلى حد كبير في الرؤى ما بين القاهرة وباريس. أعتقد أنه يعني استقرار ليبيا سينعكس بشكل كبير على استقرار المنطقة وعلى استقرار دول شمال إفريقيا. هناك يعني محددات للأمن القومي المصري، هناك حدود مشتركة ما بين مصر وليبيا، إذن يعني الاستقرار للدولة الليبية سينعكس على الدولة المصرية. أضف إلى ذلك أنه الجانب الفرنسي يعول كثيرا على الهجرة غير الشرعية، إذن هناك يعني ملفات متشابكة فيما يخص استقرار أمن الإقليم والأمن الدولي. ومن ثم أعتقد أن المشاركة من الرئيس عبد الفتاح السيسي يعني تأتي نظرا لتنفيذ مخرجات برلين، إعلان القاهرة، مصر انخرطت بشكل كبير في المفاوضات، والحقيقة يعني ما بين الأشقاء أو الفرقاء الليبيين مصر طرحت رؤية تحترم فيما يخص عملية الاستقرار. يعني دعينا أقول أن هناك أضراب لا تريد أو تريد عرقلة الاستحقاقات الانتخابية في ديسمبر، ولكن يبدو لي أنه يعني من خلال يعني أجندة أو حقيقة جدول أعمال الذي طرح في مؤتمر باريس أن يعني الأمر سيتم في النهاية بانتخابات رئاسية وانتخابات برلمانية. صحيح أن هناك خلافات، ولكن أعتقد أنه يعني الطريق يعني تعتبر ممهدة لإجراء عملية سياسية بالانتخابات الظاهر البرلمانية. طيب أستاذ أحمد، لدينا رؤية في مصر، رؤية واضحة يؤكد عليها الرئيس عبد الفتاح السيسي دائما، وهي ضرورة خروج المرتزقة والقوات الأجنبية وعدم وجود أي تدخل كان من أي دولة خارجية في الشأن الليبي. كيف ترى أهمية هذه الرؤية، وكيف أيضا يمكن تنفيذها على أرض الواقع في ظل وجود تدخلات خارجية في بعض الأحيان، وجود ميليشيات مسلحة وأنت تعلم ذلك، وجود مرتزقة من أكثر من مكان، كان طبعا في الماضي كما نعلم أنهم كانوا يحاولون أن يحولوا ليبيا إلى مستنقع للقاعدة وتنظيم داعش. يعني بكل تأكيد وحدة وسلامة في الأراضي الليبية هي من تعول عليها الدولة المصرية مع الأطراف الفاعلة. كما تفضلت حضرتك هناك مرتزقة، هناك ميليشيات، هناك بعض الدول الإقليمية التي كانت تسعى بشكل كبير في التدخل في الداخل الليبي بإرسال بعض المرتزقة. دعنا نتحدث على الجانب التركي والتدخلات التركية في ليبيا، ومن ثم أعتقد هناك إجماع على تنفيذ قرار 2510 الذي يقضي بشكل كبير بانسحاب الميليشيات من ليبيا وتفكيك أسلحتهم، ومن ثم توحيد المؤسسات الليبية والعمل على الحقيقة إحداث نوع من أنواع التفاهمات ما بين الشرق والغرب. أيضا مصر طرحت يعني في إعلان القاهرة أن تمثل جميع الحقيقة الفئات وجميع المناطق، إذا كنا نتحدث عن المنطقة الشرقية والمنطقة الغربية والمنطقة الجنوبية، حتى يكون هناك تمثيل لكافة الأطراف والأطياف السياسية داخل المجتمع الليبي. إذا مصر يعني هنا يعني تريد التوافق ما بين الغرب والشرق، تريد التوافق ما بين يعني الشرق، يعني إذا كنا نتحدث عن مجلس النواب، وأيضا ما بين الحكومة فيما يخص هذا الأمر. إعلان القاهرة أعتقد أنه فرصة كبيرة فيما يخص يعني التوافق، وايضا يتوافق مع اعلان جرمين وتنفيذ قرارات الاموميه الصادره على طرد الميليشيات والمرتزقه، سيحقق بشكل كبير الحقيقه يعني كافه.
طبعا احنا بنشكر حضرتك جدا على المعلومات المهمة اللي افدتنا بيها في صباحنا مصري. الأستاذ أحمد العناني الباحث في العلاقات الدولية وعضو المجلس المصري لشؤون الخارجية، شكرا لحضرتك. دلوقتي طبعا معانا طبعا يعني هنا موضوع مهم جدا، يعني موضوع ليبيا حقيقة يعني شيراز، وخاصة فيما يعني يتعلق برؤية مصر الواضحة التي تتحدث حول إخراج المرتزقة، إخراج الميليشيات المسلحة، وأيضا إبعاد أي تدخل خارجي عن الشؤون الليبية حتى يستقر الوضع هناك بأيدي ليبية ليبية، أي الاستقرار يكون بأيدي داخلية محلية بعيدا عن أي صراع أو تدخل خارجي في ليبيا.